السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصية نزلت في أوتوكاد 2023، الخاصية دي عبارة إن في قط بقى في عندي حاجة تانية اسمها قط ويز بيس بوي. يعني إيه؟ خلينا نقول لك يعني إيه. هتقول له أنهي نقطة اللي أنا عايز آخد منها أهيت، وبعد كده يقول لك اعمل سيلكت على الأجزاء اللي أنت عايزها. أهو عملت على الأجزاء دي كلها، وطبعا تقدر تدوس شيفت تستثني الحاجات اللي أنت مش عايزها، وبعد كده تقول له انتر عشان تأكد ايه الحاجات اللي انت هتاخدها معاك. وبعد كده في اي مكان لما تيجي تقول له بيست، تمام، عندك طبعا اختيار ان انت تنزله از بلوك او بيست عادي. هقول له بيست، هينزل من النقطة اللي احنا اخترناها. احنا قبل ما نختار عناصر اخترنا نقطة، فهي النقطة دي هي اللي هتبقى النقطة اللي نقدر نركز انها تحط فين العناصر اللي احنا اخترناها. ودي خاصية صراحة تسهل علينا شغل. طبعا لما بنقول 23 يبقى برضه 24 و25 وهكذا، يعني لما بتنزل في اصدار بتبقى موجوده في كل الاصدارات اللي بعديها. فيظهر معانا بالشكل دوت. النقطه اللي احنا اخترناها الاول هي اللي هنقدر من خلالها ان احنا نتحكم في العناصر بتاعتنا تبقى تنزل فين.